الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي لإتمام الحديث عن الغزوة أن نتحدث عن بعض روائع البطولة والفداء والمواقف الإيمانية من الغزوة، ونحن نعيش في عصر تسيطر عليه المادية الطاغية، فتنزل الملائكة قضية إيمانية تعتمد على الإيمان بالغيب، وهذا حق أن الملائكة تنزلت، وهناك ضعف ووهن في الأمة ينبغي أن يشد على هذا الوهن وأن تقوى الأمة ليذهب وهنها ببعض مواقف البطولة والفداء. ومن هذه المواقف ما رواه البخاري رحمه الله في سياق غزوة بدر، أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي بطلا من أبطال قريش يسمى عبيدة ابن سعيد بن العاص، عبيدة ابن سعيد بن العاص، وكان مدججا بالحديد، وكان يكنى بأبي ذات الكرش، وكان الناس يهابونه. فقال الزبير: من هذا المدجج بالحديد وما بدت إلا عيونه وبدت أحداقه؟ فقالوا: هذا أبا ذات الكرش. قال: أنا أبو ذات الكرش. ثم خرج إليه قال: ومعي عنزة، عنزة يعني رمح. قال: فطعنته بالعنزة في عينه حتى سقط، فلما مات أردت أن أنزع العنزة من عينه فما استطعت حتى وضعت رجلي على رأس الرجل. قال: فجررت العنزة حتى انثنى طرفاها، انثنى طرفاها. وكانت العنزة موجودة عند جميع الخلفاء بعد الزبير حتى آلت إلى عبد الله بن الزبير. ضربه بعنزة في عيني، لم يكن يبدو من الرجل إلا عينه، مدجج كله حديد، لكن الزبير رضي الله عنه وهو الفارس المغوار والبطل الهمام ضربه بالعنزة في عيني، ثم أراد أن يسل وأن ينزع العنزة فما استطاع حتى وضع رجله على رأس الرجل واستل العنزة وقد انثنى طرفاها. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني من مواقف البطولة موقف عكاشة، والناس يقولون عكاشة، وهو عكاشة بضم العين وبتشديد الكاف، عكاشة ابن محصن ابن حرثان الأسدي الفزاري الغنمي. هو ينتسب لكل قبيلة من القبائل له حلف معها، ولكنه في الأصل أسدي، وقد شهد بدرا ومعه في بدر أخوه أبو سنان ابن محصن ابن حرثان، ومعه ولده سنان، سنان ابن أبي سنان، شهدوا بدرا. عكاشة رضي الله تعالى عنه في الغزوة انقطع سيفه، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأعطاني حطبا جذلا، حطبا جذلا عود بتاع حطب. عكاشة رجل مؤمن، ما قال له لكن الخشبة دي يعملوا بشنو؟ ناس شايلين سيوف وشايلين رماح، شال أداه أعطاه حطبة. عكاشة ما قال له يا أخي لكن الشدة يشيلوه كيف حس؟ أنت تضيعنا ولا شنو؟ هو أصله خرج للقتال، فأخذ عكاشة العود فاستحال في يده سيفا. السيف ده كان ممكن يبقى سيف في يد الرسول، ليه بقى في يد عكاشة؟ كان ممكن الرسول يشيل الحطبة يهزها يبقى سيف ويدها له، أداها له حطبة وما تحولت إلا في يد عكاشة
لأن المعجزة عند الأنبياء غير مستقربة، ولكن الكرامة هي التي قد تستغرب. فاستحالت في يده سيفا طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، هزها عكاشة فاستحالت سيفا، ويد النبي أبرك من يد عكاشة. لكن الله أراد أن يعلمنا أن لعكاشة يقين، كونه يشيل ذاته قال لي قاتل بها، قال لي قاتل بها منه طوالب قاتل بها. فلذلك أكرمه الله بيقينه وبطاعته لنبيه عليه الصلاة والسلام. فاستحالت سيفا طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فسمي السيف بالعون. سمي بشنو؟ السيف ذاته اسمه شنو؟ العون. وكان السيف عند عكاشة في جميع المواقع بعد ذلك سيفا، قاتل بهذا السيف في أحد، وقاتل به يوم الخندق، وقاتل به في جميع المواقف في جميع المغازي، حتى فتح به مكة وقتل عكاشة والسيف عنده في حروب الردة. قتله طليحة الأسدي، قتله من؟ طليحة شنو؟ الأسدي. والسيف هو السيف بأوصافه وهو العون. هذا مشهد من مشاهد الإيمان ورائع من روائع البطولة في غزوة بدر. الموقف الثالث في الغزوة، قتادة ابن النعمان الأنصاري سقطت عينه اليمنى على وجنته، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمعركة على أشدها، وأراد بعض الناس قطعها، دارك عليه يشيلوا يرموها، فقال لا، وقيل أن الذي قال له هو رسول الله، فغمزها براحة كفه، براحة كفه ببطن شنو، وأرجعها. فما كان قتادة يدري أي العينين أصيبت، ما كان يدري أي العينين أصيبت. وفي عهد عمر بن عبد العزيز افتخر ولده حفيده عمر ابن عاصم ابن قتادة ابن النعمان الخزرجي، وقد وقف أمام عمر يستنشد بيتا من الشعر يقول: أنا ابن الذي. وقف أمام عمر بن عبد العزيز ودار يفتخر، أن أي ذنب بيفتخر، فقال: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما رد. فقال عمر بن عبد العزيز: هذا هو الفخر، ومن أراد أن يفتخر فليفتخر بمثل هذا. لو عندك فخر افتخر بحاجة فيها فايدة. أنا ابن الذي سالت على الخد عينه ابن قتادة فردت بكف رسول الله أيما رد. هذا الموقف الثالث. الموقف الرابع، أمية بن خلف، عرفتم مصرعه، قتله من؟ بلال. وفي هذا كما قال ابن القيم من الفقه عجيب، وفيه أن الأسير الكافر يمكن أن يقتل قبل أن يصل إلى الإمام، ما مأسور خلاص مفروض أمره يكون عمن؟ عند الإمام، لكن الصحابة قتلوه. فأمية قتل، وقتل علي، علي ابن من؟ ابن أمية أيضا قتل. فأمية قتل، قبل أن يقتل أخذه من؟ عبد الرحمن بن عوف، وقد ألقى أدرعه. قبل أن يقتل أمية وعبد الرحمن يسوقه، سأل أمية عبد الرحمن بن عوف وقال له: من ذلك الفارس المعلم على صدره بريشة النعام؟ في واحد من الصحابة خط قدام في صدره ريشة بتاعت نعامة، من هذا؟ قال: إنه حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: هذا الذي فعل بنا الأفاعيل. كان حمزة واضع شنو؟ ريشة شنو؟ نعامة في صدره.
وقد صال وجال في القوم وهو من هو. الموقف الخامس موقف عمير ابن الحمام، وقد قصصنا عنه في درس الماضي كيف أنه رضي الله تعالى عنه قاتل حتى ألقى التمرة. الموقف السادس طرح النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس المشركين، مش الرؤوس الرؤوس لا، يعني قادة المشركين، طرحهم في القليب، والقليب قلنا هو البئر المهجور، البئر شنو؟ المهجور. طرحهم في القليب، وكان من الوقوف عندما رأى هذا أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيع. أبو حذيفة دمنه اسمه من هو؟ حذيفة ده ما ولده، هو ما عنده اسم يعني، مما مرق مرق أبو حذيفة، بقى أبو حذيفة بعد ما جاب منه حذيفة. وعتبة هو صاحب الجمل الأحمر، فألقي في القليب عتبة وشيبة وأمية، وقيل أن أمية انتفخ فلم يلقى في القليب لأنه كان يلبس أدرعا، فلما أرادوا أن يخرجوا الأدرع ويأخذوه تسلخ فتركوه. لكن وأبو جهل وأبا البختري ألقي هؤلاء القادة ومنبه ونبيها أبناء الحجاج السهمي، ألقوا في شنو؟ في القليب. أبو حذيفة اسمه مهشم، مهشم ابن عتبة ابن ربيعة، ابن ربيعة ابن من؟ ابن ربيعة ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي. فمهشم لما ألقي والده تغير وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا حذيفة، لعله دخل في نفسك شيء مما وقع بأبيك. قال: لا والله يا رسول الله، ولكني كنت أرى فيه عقلا وحزما، وكنت أريد أن يهديه عقله هذا إلى الإسلام. وفعلا قال: إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا. وكان مما قال لهم: يا أيها الناس، في مكة، هذا قاله في مكة، محمد دعوه وشأنه، إن يظهره الله فهو شرف لكم، وإن يقضي عليه غيركم فقد كفاكم الله شره. فهذا موقف من المواقف، من المواقف الجليلة. أبو عزيز أو أبو عزيز ابن عمير. يا إخواننا، قلت لكم في بداية دروس السيرة، في بداية دروس السيرة النبوية، أخبرتكم بأن اللواء في قريش عند من؟ عند بني عبد الدار. عند بني من؟ عبد الدار، ومنهم مصعب بن عمير. لذلك حمل مصعب لواء المسلمين يوم بدر، وحمل لواء المسلمين يوم شنو؟ يوم أحد. من هو حامل لواء المشركين يوم بدر؟ النضر ابن الحارث ابن علقمة ابن كلدة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي. منو؟ النضر. النضر ده كان حامل لواء شنو؟ لواء المشركين. لما أسر حمل اللواء بعده رجل من بني عبد الدار، وهو أبو عزيز شقيق مصعب. شقيق منه مصعب أيضا أسر، أسر النضر وأسر أبو عزيز، ولكنه أسلم فيما بعد وأسلم. شوفوا الكلام ده كيف، شوفوا الإسلام إخواننا في مواقف هنا. والله إخواننا الصحابة ديل نالوا الشرف بجدارة، والنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الناس وأبرك الناس سيرة وأجل البشر وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام مكانا. يا أخي عنده أخلاق عجيبة عليه الصلاة والسلام. فأبو عزيز مر عليه مصعب، وقد أسره رجل من المسلمين من الأنصار اسمه يسمى بأبي اليسر، أبو اليسر. فقال مصعب لأبي اليسر: أشدد
على هذا وثاقه فإن له أما لها من المال الكثير لعلها تفديك به. فالتفت أبو عزيز وقال علي وأنت أخي؟ قال لا أعرفك، هذا هو أخي. فلما أسره أبو اليسر قال النبي للأنصار أكرموا الأسرى، جميع الأسرى يكرموا. طبعا أسر العباس وأسر عقيل ابن أبي طالب، غير أن طالب رجع. طالب شنو؟ أصل أولاد أبو طالب أربعة، طالب أكبرهم وبعده عقيل، وقيل أن بين كل منهم 10 سنوات، وبعد عقيل جعفر، وبعد جعفر علي رضي الله تعالى عن الصحابة الكرام جميعا. وبعدين سبحان الله العباس أطلق من قيده، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفده، فدى العباس نفسه وعقيلا ونوفلا، نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. العباس يقبله شنو؟ عمه أخو شنو؟ أخو أبوه. ففدى العباس نوفلا ابن أخيه ابن الحارث ابن عبد المطلب وعقيل ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. هؤلاء كانوا من الأسرى، وحنجل قصة الأسرى بعد شوية الآن. ثم قال سلم أكرموا الأسرى. قال أبو عزيز، وهذا الذي أوقع الإسلام في نفسي، قال والله أطاعوا أمر رسول الله، كانوا يمنعون أنفسهم من الطعام الطيب ويعطون إياه. قال ولقد كان يعطيني الرجل الطعام فأستحي أن أطعمه وهو لا يطعم فأرده إليه، والله بعد أن أرده لا يمسه. حتى فدي. وأبو عزيز أيضا كنية اسمه زرارة، اسمه منه أبو عزيز ده اسمه منه زرارة، وهذه كنية بالمناسبة، هذه الكنى يعني لا تدل على الأمر بوضوح. طيب، من المواقف التي في الغزوة العجيبة أن الصحابة اختلفوا في الغنائم، اختلف الصحابة في شنو؟ في الغنائم. واختلافهم في الغنائم لأنهم كانوا على 3 فرق. فريق كان يجمع الغنائم، وفريق أبى أن يغادر موقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيطون به خشية أن يأتي من الكفار من يأتي، وفريق تتبع المشركين الفارين قتلا وأسرى. ادعى كل فريق أنه أحق بالغنائم، جمع النبي الغنائم جميعها وأمر عليها عبد الله ابن كعب، وعبد الله ابن كعب ابن عمرو ابن عوف النجاري من بني النجار أمره شنو عليها ومنعهم. قال عبادة بن الصامت، قال نزل فينا يسألونك عن الأنفال لما ساءت أخلاقنا. بس كل واحد قال نحن حب نشير أكثر، بس قالوا كده بس اعتبروا ده شنو؟ قالوا ساءت أخلاقنا. إن شاء الله أخلاقنا نحن السوء زي ده ذات، نحن لو كان أخلاقنا ساءت زي ده يا أخي نحن بالبنية والضرب والكتب والهناية أخلاقنا ساءت. قال شوف الصحابة ذي عليك الله شفافين كيف وناس راقين كيف. قال لما ساءت أخلاقنا فأخذ الله الأنفال منهم. قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أي حكم ذلك لله والرسول. ثم جاء في بقية الصورة أن الخمس لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، يصطفي الخمس لنفسه ثم يقسم 4 أخماس على الجيش، فسوى بين الفرق 3 اللي حرسوا واللي جمعوا واللي تتبعوا، جميع هؤلاء شنو سوى بينهم؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم الغنائم عند مضيق الصفراء، وأرسل عبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد، عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية من المدينة، وزيد بن حارثة إلى أهل السافلة، وكان يركب العضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصل وجد أن القوم قد نفضوا أيديهم من مقبرة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان قد بقي يمرضها أو يمارضها، وقد ضرب له النبي سهما عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد ذلك في الطريق عند مضيق الصحراء قسم شنو؟ قسم الأنفال بذات صفراء، لأن الأسرى كثر
فأمر بأسير ليقتل من دون الأسرى، وهو النضر ابن الحارث ابن علقمة ابن كلدة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي. وفي الدرجة بيكبر رسول شنو ودعمه، فأمر بضرب عنقه، وأمر عليا بضرب عنقه، وبعرق الظبية أمر عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح بأن يضرب عنق عقبة ابن أبي معيط ابن عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، برضو ودعمه لأنهما كانا من أسوأ خلق الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل مناسب الرجل رقيق ووفي. أبو البختري ابن هشام ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، قال النبي من وجد أبا البختري فلا يقتله، وذلك لأنه كان مشركا لم يسيء إلى النبي في يوم من الأيام، فضيلة ولا ما فضيلة؟ فضيلة ما فضيلة؟ ولم يبلغ النبي عنه شيء، ومن الذين سعوا إلى نقد الصحيفة. لكن المجذر ابن زياد البلوي لما وجده قال يا أبا البختري إن رسول الله نهانا عن قتلك، وكان معه زميل هو جنادة ابن مليح الليثي، قال وزميلي؟ قال أما زميلك فلم ننهى عنه. انت قالوا ما يهمشك، لكن زميلك قال لنا حق راح، قال لكن اخلي يموت وانا انجو؟ لن يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت دونه او يرى سبيله. ازول عليك الله، عربي ولا ما عربي؟ ها عربي نجيط، ابو البختري عربي ما مسلم، بس شغل ده شغل بتاع عرب. يا اخي السمو الابن عادية العربي في الجاهلية ضرب به المثل في الوفاء، يقال أوفى من السموأل. جاء امرؤ القيس الكندي فوضع عنده أدرعه ومتاعه وأمواله وكانت غالية جدا، وسار إلى ملك الروم فقتل في الطريق، فجاء ملك كندا إلى السموأل يريد أن يعطيه الدروع والأشياء الثمينة فأبى، قال إلا ورثته وإلا عشيرته وأهله. فسار إليه ملك كندا والسموأل في حصن فحاصره، أبى السموأل أن يسلمه، ثم جاء ولد للسموأل يريد دخول الحصن فقبضه ملك كندا ونادى على السموأل قال إما أن تسلمني الدروع الآن وإما أن أذبح ولدك. هو من على الحصن ينظر إليه، قال له والله لا أخفر زمامي ولا أبطل ذمتي، إن شئت فاقتله وإن شئت فاتركه. فذبح أمامه أبى أن يسلم، أن يسلم الدروع، وقد آيس ملك كندة من الحصار ورجع. فجاء أهل امرؤ القيس بعد ذلك فأسلمهم الدروع، رجال ولا ما رجال؟ العرب يرفضون الضيم يا أخي، يا أخي ده بيراعي يا أخواننا، ده شوف حسن الصحبة والزمالة، ده عليك الله ما فيه المعنى ده، شوف ولا ما فيه كده الرجال خليه، أليس فيه حسن صحبة وزمالة؟ فيه ولا ما فيه؟ فبالتالي قلت بأن عقبة قتل بعرق الظبية وبذات صفراء، قتل النضر وهم بمثابة مجرمي حرب، ما كانوا مجرد أسرى يا إخواننا، في أسرى من الكفار أعتقهم النبي بغير مال، ومنهم المطلب ابن حنطب المخزومي وصيف ابن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، أبو عزة شاعر من شعراء قريش وكفيف، وقيل أنه لم يكن أعمى، وقيل أنه كان أعمى خرج مع قريش أسره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا عيال وبنات وفقير، فمن النبي عليه لأنه ما عنده زول ذاته بيدفع له الفدية فكاه. واسمه عمرو ابن عبد الله ابن عثمان ابن حذافة الجمحي أبو عزة. وأبو عزة قصته عجيبة، بعد ما رسول فكاه اشترط عليه أن لا ينشد بيتا من الشعر في النبي ولا في المسلمين، قال له وافقت فكاه، أنشد الأشعار وهجى النبي فجيء به وأسر يوم أحد، أسر يوم شنو؟ قال الرسول أطلقني، قال والله لا أخلقك، فتمسح بكفيك عارضيك في مكة وتقول خدعت محمد لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. فصارت مثلا في أبي عز الجمحي وقد أسر يوم بدر ومن عليه بغير فداء، إما منا
بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها بغير فداء. يا سلام الأسرة دي برضو قصة براها, قصة الأسرة قصة براها. نرجع لقصتنا بتاعت منه بذات صفراء قتيلة بنت الحارث أخت النضر, لما سمعت هذا أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة, وهي من أروع الرسائل التي تدل على صفاء الذهن عندهم. قالت: أيا راكبا, إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق, مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها, الواكف السحاب, وأخرى تخنق, هل يسمعن النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ قالت: أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق, أمحمدا يا خير ضن كريمة في قومه, والفحل فحل معرق, ما كان ضرك لو مننت. ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عجيب, قلت له معرق وما في كلام, ما كان تفكه, ما كان ضرك لو مننت, ولربما من الفتى وهو المغيظ المحنق, كان أساءك شديد, معروف هو الذي كان يضع سل الجزور ويسيء ويسيء معروف, أو كنت قابل فدية فالنضر أغلى ما يفدى وينفق, ظلت سيوف بني أبيه تنوشه, لله أرحام هناك تشققه. قلت قتلته ما تقتل إلا بود عم علي, ما كانت تشوف زول تاني يقتله. ظل سيوف بني أبيه تنوشه, لله أرحام هناك تشققه. قالت: رصفا يقاد إلى المنية متعبا, رصفا وهو عان موثق. قلت لا تقتله ومربط متألم إنه قتله مربط. فقيل أن النبي قال: لو بلغني كتابها هذا قبل أن أقضي فيه لعفوت عنه. وقال في الأسرى: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء إنتنا لعفوت عنه. يا أخي الرسول ده كريم كرم وفي, أماذا فعل المطعم بن عدي؟ أجاره يوم عاد من الطائف بعد وفاة أبي طالب. يا سلام يا سلام, الدين ده عجيب. ثم بفج الروحاء التقى النبي وفود المدينة أسيد بن حضير الذين لم يشهدوا بدرا, جاءوا يهنونه. وهنا نكتة, طبعا إخواننا النكات دي يعني في ناس أصلا بيطبعهم بنكتوا, ففي واحد من الصحابة اسمه سلمة ابن سلامة ابن وقش, ده كان بتاع نكات, فلما جفوا جرح روحاء قال: وعلى ماذا تهنئوننا؟ هل وجدنا إلا عجائز صلعة؟ لقينا عجائز صلع. قال كالبدن, البدن دي شنو؟ الإبل المعلقة فنحرناها. قال تهنون في شنو؟ لقينا عجائز صلع زي البعير المعلق نحرناه وجينا بس. فقال النبي: يا ابن أخي أولئك الملأ, يعني ذيل أشراف مكة, أشراف مكة, بسط الموضوع, قال لقينا الناس عجائز مصلعين زي البعير المعلق, قال نحرناه وجينا. قال والله راجل, لكن راجل رجالة جد كويس, وهو سلمة ابن سلامة ابن وقش. ثم نظرة على موضوع الأسرى, اختلف الصحابة في الأسرى, فرأى عمر أن تضرب أعناقهم, ومال النبي إلى قول أبي بكر بأن يفدوا وبأن يتركوا, وأخذ النبي ومال إلى قول أبي بكر, ونزل قول الله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض, أي يقتلهم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم عقب ذلك بقول: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. والكتاب الذي سبق قوله تعالى: إما منا بعد وإما فداء, في صورة القتال أو في صورة محمد, وهو الاسم الثاني لصورة محمد القتال, صورة القتال. طيب, كان من الأسرى عمرو ابن أبي سفيان ابن حرب, وبالمناسبة قتل يوم بدر لأبي سفيان حنظلة ولده الأكبر, وبه يكنى أبو سفيان, يكنى بمن؟
بأبي حنظلة، فقالوا له افد عمرا، قال لا أجمع مالا ودما. اقبل عليه اثنين قال لهم مالي ودمي. فرجل من الصحابة شيخ كبير من الصحابة كان بيرعى الغنم بعيد من منطقة بدر، وكان لا يهمه ما يحدث، اسمه سعد بن النعمان ابن أكال، ذهب واعتمر في مكة بعد بدر بشهر، فقبضه أبو سفيان وأبى أن يطلقه حتى يطلق ابنه عمرا. فجاء الأنصار إلى النبي فأمرهم أن يطلقوا عمرا، فأطلقوا فأطلق لهم أبو سفيان سعد بن النعمان بن أكال. طيب أخوان، أول من فدي من الأسرى، أول واحد من الأسرى من المشركين السبعين فكوا، هو وداع بن ضبيرة السهمي، اعتقه ولده المطلب، جاء فك أبوه بأربع آلاف ومشى. قريش قالت ما تفكون حسا، أدون كده بس خليهم يجنبوا. ده قال لهم خلاص حاضر. بالليل الناس أمير ركب دابته ومشى المدينة، اعتق أبوه وجا، فك أبوه وجا وداع. وسهيل بن عمرو، وكان خطيبا مفوها، اسمعوا هذا الكلام، قال عمر يا رسول الله إن سهيلا خطيبهم المفوه، قال له انزع ثنيتيه، قال له سنونه ديل حتى يندلع لسانه فلا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا إخواننا أرجوكم أنقلوا هذا الكلام للعالم وللدنيا، قال لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. عمر قال له، قال له على سنونه ديل عشان تاني ما ينضم ذاته، قال له لا ما بعمل. طيب أبى أن يمثل به. إخواننا أنقلوا الكلام ده، أنقلوا الكلام للدنيا حتى تعرف العدل وتعرف الأخلاق والرحمة وتعرف القيم. أبى، وسبحان الله في بعض الروايات قال يا عمر لعله يقف موقفا يحمد عليه. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وارتدت العرب، وقف سهيل بن عمرو في مكة خطيبا فثبت أهل مكة على الإسلام. وسهيل ده جاءه رجل من أهله مكرز ابن حفص بن الأخيف، وجاء عشان يفكه. رسول قال أدفع، قال لي ما عندي لكني سأضع رجلي مكانه هو يفديني. فعلا خدت رجله في محل سهيل، وكان وسهيل من أهل سودة بنت زمعة، حتى لما جاء به قال سودة ولم يفرض الحجاب، أتيت على الحجرات فوجدت سهيل بن عمرو مجموعة يداه إلى عنقه، فقلت له أعطيتم أنفسكم؟ هل لا متم كراما؟ قالت فلم أنتبه إلا بصوت رسول الله يقول يا سودة على الله ورسوله تحرضين؟ يموت كرام يعني يكتلون ولا كيف؟ ودع عما قلت يا زون مربط ما خلت تموت، يربطوك لحد ما يربطوك، انت كنت بتسوي شو؟ قلت قالت والله يا رسول الله ما هذا اقصد او ما هذا اريد، ولكنني لما رايت وسهيل ده هو ابو جندل، بالمناسبه هو ابو جندل، وبت هي ام حذيفه المزوجه ابو حذيفه ابن عتبه. سهيل ده بت هي ام حذيفه المشهوره، زوجة من؟ زوجة أبي حذيفة. والله يا إخواننا حاجة عجيبة خلاص. هل لا متم كراما؟ قال على الله ورسوله تحرضين. اتفعلت، قلت بالله كمان ومربطينك كمان، سلمت من يدك كيف؟ قلت زعلانة. رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنها. المهم كان من الأسرى أبو العاص ابن الربيع، وهو ختن النبي صلى الله عليه وسلم، صهره مزوج بنته الكبيرة زينب، وأمه هالة بنت خويلد، ورجل عجيب بالناس، هو مشرك. قريش أمرته أن يطلق زينب، قال والله ما رأيت امرأة أفضل منها في قريش، والله لا أطلقها، أبي أطلقها. وقد أثنى النبي عليه يوم أراد علي أن يتزوج بجميلة بنت أبي جهل، صعد المنبر وأثنى على أبي العاص وقال إنه كان صهرا، قال لي فعمل ووعدني فوفى، وأثنى عليه في مصاهرته. أبو العاص بن الربيع ابن أمية ابن عبد شمس ابن عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وكان قد أسره خراش بن الصمة فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية هذه المقدمة عن غزوة بدر، آمل أن أكون قد انتهيت من الحديث عن الغزوة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.